الطفل فارس ذو 5 سنوات يعاني من مرض الاستسقاء الدماغي الذي جعله يعيش مرارة منذ ولادته، بعد أن أجريت له عمليتين جراحيتين فشلتا في امتصاص الماء الزائد من رأسه. أم مبتورة اليد وصحة الوالد متدهورة، فالعائلة لا تستطيع توفير أدنى متطلبات العلاج للطفل فارس. الولد يبخي يسأل البروبلم ما قلقه وصفاني ونفعلا مخان نلي ذس نخم مشطوح ديجا باش نعيش دينا مشطوح نتكشميث الوبيتال فرانس فانان نفدي منا وحدنا كان ونزمير وكنا نرفض وكنا ننزل يس كي زاد نورمال كيما الدراري كاع عادي دينا على الدار عادي ريح ديجور في السبيطار باسكو شرب الماء من كرشي ما ابري ولا نورمال عادي كيما هو كيما لي بيبي الاخرين. تروا ما بدا يكبر لاكران ديالو راسو جي با داسونونس ما عندناش شكون يعاوننا باش نديروا بريزون شارج. معاناة زادها مشكلة السكن ما جعلهم يتنقلون من ولايات لاخرى بحثا عن سقف يأويهم الى ان وصلوا الى تيزي وزو. ثورن كنيا في غرينا نفرات نغير ايوا قد زمرن اخذ من خيرا ماشي كنيا إميثنا غايد هما ثون ذميثوني مرة إيوا كنا في صوفيا. نطلب واحد اللي يقدر يعاوني كتر خيره، المؤمنين كاينين يعاونونا باش نقدروا ندو فارس لكندا باش يعاود يرجع لاسونتي تاعو ويوقف على رجليه ويولي يهضر كيما دراري. بابتسامته البريئة ناشد الطفل فارس المسؤولين مساعدته لإجراء عملية جراحية، فهل من معيل؟